هم البهوات دول اعضاء مجلس الشعب؟ لا، هم ليه؟ بالنيابه العامه. لا لا لا، ده حاجه اصلا ما بيقول لك دول. اي يعني دول؟ دي جريمه. النيابه العامه جايه عشان تحقق في القضيه. يا راجل تصدق انا لما شفت رتب الوقف عشان خاطر البهوات دول افتكرتهم اعضاء مجلس الشعب. ما نعرف ان اعضاء مجلس الشعب دول اهم من الداخليه عشان عندهم حصانه. حصانه؟ انت لا بتسمع ولا بتفهم، اسكت. ما كنتش اعرف ان النيابه جامده قوي كده. هو ايه يا ابني الاجمد وشجمد؟ انت بتتكلم عن فرقتين في الدوري، الحكايه مش بالسذاجه دي. افهم، لما تبقى في جريمه كبيره زي كده هتقلب البلد، بتبقى النيابه اهم من الداخليه مليون مره. ما تقدرش الداخليه تشتغل من غير النيابه، لازم هي اللي تروح وتعين موقع الحادث اللي هو مسرح الجريمه. اللي هو مسرح الجريمه عشان محدش يقدر يعرف اي حاجه ويتهم اي حد بالباطل كده. ولا انت سرفلت منك ولا منفلح بس بتقرا لي الجرايد وعامل فيهم؟ خلاص بقى، بس انت ما بتفهمش. اصل الكلام اللي بقول لك ده يعني عارفه اي حد بيتفرج على افلام جرائميه. ايه الافلام الجرائميه دي؟ افلام البوليسيه يعني. يعني وضح عشان ده ما بيفهمش. انت مش بتسمعهم دايما بيقولوا قد انتقل فريق من النيابه العامه لمعاينه موقع الحادث وقام بمعاينه الموقع مش عارف مين والكلام ده كله؟ ده اللي بيحصل دلوقتي. يا اخي برضه قرايه الجرايد دي حاجه مهمه قوي، بتخليك تفهم اللي بيحصل في البلد. انا بقى كنت هفضل فاهم ان الداخليه اهم من النيابه. لا يا حبيبي، الكلام ده ايام الانتخابات بس. ايه سيد معايا. انا هو تاريخ اليوم الاربعاء الموافق 17/6/2010، وارد اختار تليفوني من السيد العميد حسن محفوظ رئيس مباحث قطاع غرب القاهره للعثور على جثه المواطنه امينه محمد محمود وشرطها صاد سليم مقتوله داخل جناح غرفتها الكائنة بالفندق. اكتب اسم الفندق عندك. وقد وجد السكين مستقرا في رقبتها وقد تجلطت حوله الدماء، كما اسفرت المعاينة المبدئية الظاهرية لجثتها عن وجود سحاجات وخدوش متفرقة موجودة في رقبتها وخديها، ولم يتم العثور على مواضع اصابات اخرى. طلبنا من شقيق القتيلة بركات عبد الحميد محمود بالتعرف على جثمان القتيلة. شقيقته، وأثبت ضابط المباحث أنه علم بالواقعة منهم أثناء وجوده في غرفة تم إيجارها في نفس الفندق باسم شقيقته، كانت تستعملها في اليوم السابق لإجراء زينتها، وقد شهدت على تواجده معها إحدى العاملات في الفندق التي وجدت بصحبته أثناء إبلاغ ضباط المباحث له. سمعت إيه من زمايلك؟ مفيش، أنا سمعت من زمايلي إن هم لقوا اللهم احفظنا يعني جثة الست صافي ما مدبوحة في أوضتها. بس سمعت الكلام ده بقى امتى؟ مش فاكره.
لا حاولي تفتكري. يعني لما صلى على النبي، لما صلى على النبي يعني بالليل، يعني متأخر. الساعة كام تقريبا؟ معرفش يا بيه، معرفش ان اليوم ده ما كناش عارفين ننام، وكنا كلنا محبوسين في الاوتيل مش عارفين نروح، وكنا كلنا تعبانين. وبعد اثبات شهادة شقيق القتيلة واثبات ما قمنا بمعاينته في مسرح الجريمة، قمنا بأمر خبراء المعمل الجنائي بسرعة التقاط البصمات الموجودة في كافة أرجاء مسرح الجريمة. وأمرنا بإرجاء التقاط البصمات الموجودة على السكين لحين نقل جثمانها إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص موضع غرز السكين كي لا يؤثر مس السكين على تقرير الطب الشرعي. المؤهل؟ ضابط سابق. ضابط إيه؟ شرطة. ضابط شرطة سابق؟ نعم. والعمل الحالي؟ مدير أمن الفندق. حضرتك طلعت من خدمة في الشرطة معاش ولا ايه بالظبط؟ ايوه. كما قلنا بتحريز جهاز تليفون محمول، اكتب ماركته السيريال نمبر بتاعه عندك، تبين بشهادة شقيقها انه يخص القتيلة، وقد ارشدنا عن مكانه رئيس المباحث، وكان قد استدل على مكانه فور وصوله الى مسرح الجريمة، ولم يقم بتحريكه من مكانه. وقد أمرنا خبراء المعمل الجنائي بالتقاط البصمات الموجودة عليه ثم تسليمه إلينا لتفريغ البيانات الموجودة عليه من مكالمات صادرة وواردة وفائتة ورسائل تليفونية صادرة ومستلمة وكافة المعلومات الموجودة به وإمدادنا بها على الفور. هذا وقد قمنا بعد أخذ أقوال كافة الشهود الذين أبلغوا عن الواقعة بتقرير ما يلي. ومن تصرف الذي بدر منك؟ الحقيقة يا فندم في الأول أنا طبعاً ما كنتش عارفة أعمل إيه، بعد كده جريت بره على الطرقة وفضلت أصرخ، وبعدين رجعت تاني على الأوضة، اتصلت بالأمن واتصلت بالرئيس بتاعي في الهاوس كيبنج واتصلت بالريسبشن. قررنا التنبيه على المباحث الجنائية بسرعة استكمال محاضر التحقيق في قضية بلاغ تفجير حفل زفاف المجني عليها. إيه اللي حصل يوم الحادث؟ والله هي الحادثة دي حصلت واحنا كنا في تفتيش معتاد اعتيادي 27 سنة حضرتك شغال في خدمة الغرف. حضرتك انت مواعيد عملك من امتى لامتى؟ انا حضرتك بشتغل من 8 ل 12. 8 صباحا؟ ل 12 مساء؟ لا حضرتك ل 7 7. انت مش مركز ليه؟ معلش اصل انا اول مرة يعني اوقف. يوم الحادثة كنت شغال ايه؟ الصبح. والذي كان سببا في اندلاع فوضى في حفل الزفاف وإحالة المحاضر إلى النيابة للتأكد مما إذا كانت له صلة بحادث القتل وتحريز كافة شرائط الفيديو التي قامت بتصوير حفل الزفاف، فضلا عن كافة شرائط كاميرات المراقبة الموجودة في كافة أنحاء الفندق واعتبارها أدلة يجرم العبث بها أو مسها. كما قررنا التنبيه على المباحث الجنائية بسرعة ضبط وإحضار زوج المجني عليها السيد شريف راسخ، والذي أفاد كافة الشهود وعلى رأسهم رئيس مباحث قطاع غرب باختفائه من الفندق فجراً قبل حدوث واقعة القتل وإحالته إلى النيابة فور العثور عليه. كما قررنا تكليف خبراء الأدلة الجنائية برفع بصمات جميع العاملين في كافة أنحاء الفندق بالإضافة إلى المقيمين في الدورين المخصصين لرجال الأعمال والذي وقع الحادث في أحدهما، وعدم السماح لأي من السالف ذكرهم بالخروج من الفندق إلا بعد انتهاء أخذ بصماته. وقمنا بإصدار أمر إلى فريق الأدلة الجنائية بسرعة مضاهاة البصمات الموجودة في مسرح الجريمة بالبصمات التي سيتم رفعها من العاملين والنزلاء. كما قررنا أخيراً نقل جثمان المجني عليها بعد انتهاء معاينة مسرح الجريمة إلى مصلحة الطب الشرعي للبدء فوراً في عمل تقرير الطب الشرعي عن الحادث. وهذه مذكرة منا بالمعلومات
لحين موافاة سيادتكم بمذكرة تفصيلية أخرى. إمضاء رئيس نيابات غرب القاهرة الكلية شريف البارودي. يا ريتني سمعت كلامكم من زمان، يا ريتني اتجوزت في الوقت الصح. طلع عندك حق، كل شيء بيعدي اوانه ملوش طعم، وانا خلاص عديت اواني. سرقتني الحياه وافتكرت اني لا اقدر اضحك عليها واخد منها اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها. كل قصص الحب اللي عشتها بره باظت لاني اكتشفت ان كان عندكم حق. محدش يقدر يطلع من جلدته. العمر فضل يعدي سنه ورا التانيه وانا بقى واقول لنفسي فيها ايه لما اعيش وحيد طالما انت ناجح. انا مش هتجوز الا لما احب بجد، ولما حبيت بجد خسرت كل حاجه. خسرت نفسي. مين يرجعكوا ليا؟ مين هيحبك زي ما حبيتوك؟ مين؟ هو مين في الدنيا دي كلها يا ابني مش مجروح؟ الناس في الدنيا دي كلها مجاريح، احنا اساسا بنيجي الدنيا من خلال جرح. اسال الامهات يقولوا لك، ولا انت ما خدتش بالك من الموضوع ده مع انك دكتور؟ فكها شويه عشان ربنا يفكها عليك. انت فاكر ان انا بضحكك عشان انا ما عنديش هم، مش شايل جرح على كتافي؟ ها يا ابني، ربنا عالم باللي فيا. انت لو دخلت جوايا هتلاقي قلبي متعلم. انت وحشك ابوك وامك، انا بقى وحشني عيالي. انت عارف انا مات لي كام عيل؟ كام؟ ثلاثة مرة واحدة. ثلاثة؟ ازاي؟ ماتوا لما حبوا يفرحوا، ما كانش نصيبهم انهم يفرحوا. قولي في يوم من الايام قال ايه؟ عايزين يطلعوا رحله مع المدرسه جمصه يومين. طب انا اجيب لكم فلوس الرحله دي منين؟ وانا قادر على مصاريف اكلكم ودراستكم؟ انا ما كنتش بديهم دروس خصوصيه. لا، قلت لهم ملعون ابوكم لو خليتوا ابوكم يسرق ولا يشحت عشان يفسحكم. راح الواد الكبير للست هانم مرات البيه اللي انا كنت بشتغل عنده، انا كنت بشتغل سواق. المهم العيال طلعوا الرحله تفسحوا وتهنوا، وهم راجعين الاتوبيس اللي كانوا راكبينه عمل حادثه عشان السواق كان سكران. يا ريت كنت قلت الستين داهيه واستريحت. لا، السواق كان عنده سكر، كان دايخ، ومع كده داس على نفسه عشان يوصل العيال في ميعادهم. جات له كومة السكر، الأتوبيس اتقلب في السكة، العيال ماتوا، عيال التلاتة ماتوا مرة واحدة. خلاص يا عم إسماعيل، البركة فيك. شوفوا الراجل
هو مين فينا اللي لقى التاني قاعد قدام قبر عيلته عمال يتكلم مع اللي جواه؟ مين؟ الله أكبر. الله، بقولك إيه يا ابني؟ قوم قوم تعالى معايا من غير ما تقول لي إيه اللي وجعك. عشان ولا دواك عندي. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وقفت بباب الرجاء وقفت بباب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أريد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد ولقد رفعت يدي يا الله ولقد رفعت يدي بالذل مفتقرا إليك فلا تردنها خائبة فلا تردنها فبحر جودك يروي كل من يرد سبحانك 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 جل جلالك يا كويس انك ما تاخرتيش. ما انا قلت لك مسافه السكه وهكون عندك. استنى خدي دول علشانك. بس دول كتير يا استاذه. قولي دلوقتي حصل ايه بالظبط؟ هم قبضوا على حد؟ لا مفيش. بيقولوا ان جوزها لما دخل عليها ما لقاهاش بنت فدبحها. ده حتى بيقولوا ان هي اتدبحت بالسكينه اللي بيقطعوا بيها اللحمه. انت جبتي الكلام ده منين؟ اذا كنت انا شايفاه بعينيا وهو خارج بره الاوتيل وش الفجر يبقى رجع تاني ودبحها. انت سمعتي الكلام ده منين بالظبط؟ الاوتيل كله ما بطلش كلام من الصبح يا استاذه. اديكي هتخشي وتشوفي اللبش اللي جوه. اسمعي اخلي السنشات دي معاكي وخليكي عادي واحنا داخلين عشان ما حدش ياخد باله. ماشي يلا يلا. كرنات لو سمحت. يوه شكلنا نسينا الكرنات. اصل احنا يا دوبك غيرنا هدومنا ونزلنا بسرعه علشان نشتري سندوتشات لزميلنا. اصل احنا ما كناش من الصبح. معلش اصل احنا على احنا بطننا من الصبح ما عرفناش ناكل من كتر اللبش والدوشه اللي حصل في الاوتيل. ايه يا راجل في ايه؟ ده احنا لسه خارجين قدامك من دقايق. اتاخرتي ليه مضروبه انت وهي؟ اوعى تكوني نسيتوا شقه البيت بالبسطرمه. انتوا عارفيني ماليش في الفول. وانا لو نسيتها ترحميني. ده انت هتاكلي دماغك. اتفضلي يا اختي. ما تتفضل معانا يا باشا. شكري اتفضلي. السلام عليكم.
وحشه قوي كده يا استاذه. ممكن هيزاكي في موضوع بره؟ انا عملت كده غصب عني. بعدين يا فاطمه مش وقت الكلام ده دلوقتي. طب وحياه النبي يا استاذه لا تسمعيني، انا ما كانش قدامي طريق تاني. لو كنت وقفت قدام الناس دي كنت هتفرم. انا قلت بدل ما مش هعرف اخد حقي منهم اخد حتى فتفوته منهم، بدل ما يلبسوني قضيه اداب ولا قضيه سرقه. هو انا يعني اللي هقول لحضرتك يا استاذه مش انتي من هنا برضو؟ بس انا كنت هجيب لك حقك يا فاطمه. ازاي كنت هتحبسي يونس الغول بتهمه التحرش بانثى؟ يمكن ما كنتش حبسته، بس كنت هوديه الاسم، كنت هخليه يقف قدام النيابه. وهي النيابه اللي ما حبستوش عشان فلوس البلد اللي سرقها ولا الناس اللي ظلمها؟ هتحبسه عشان مد ايده على حته بنت غلبانه زي يا استاذ عيب؟ خلي حد غيرك يقول الكلام ده. ومش جايز لو كنت حاولتي تاخدي حقك كانت عاقب المره دي. ده الراجل خلاص خرج بره الوزاره وبقى سهل قوي ان ملفاته تتفضح. مين اللي هيتفضح؟ قصدك انا اللي هتفضح. تتفضح ازاي وليه؟ وانت ذنبك ايه؟ اقول لحضرتك لما صوري تنزل في المجلات والجرايد والبرامج باليونيفورم اللي انا لابساه ده، اللي لو حتى اهلي شافوني بيه هينسوا اساسا اللي حصل لي، وهلبس انا واهلي العار طول حياتنا. ومش بعيد يقولوا اللي تلبس كده تستاهل اكتر من كده وزياده. عار ايه؟ هو اللي حصل لك ده مش وليها؟ كملي ما تتكسفيش. اللي حصل لي ده مش عار. العار ان المفروض اني ما اشتغل شغلانه محترمه في اي مكان في الدنيا، لكن في بلدنا هنا يا عم اللي تشتغلها على انها جري، لازم تلبس وتتزوق عشان تعجب الزباين. لو حد جرحها ببساطه او حتى قال لها كلمتين وسخين ملهاش انها تعترض. العار ان كل ما بيتقدم لي حد اعرفه انا بشتغل ايه بالظبط يسيبني عشان انا اكيد بنت مش كويسه. العار ان انا عايشه بجهز في نفسي عشان يمكن لما ابقى عروسه كامله من مجاميعه الاقي يقول مش مهم، مهم ان اخلاقها كويسه. عشنا وشوفنا مدير الامن تعمل له بصمات. ده حاجه عمر بيه ولا ايه؟ لا كله تمام يا باشا. يا ريت بقى يخلصونا ياخدوا بصماتنا ويسيبونا نروح. انا جوزي اصلا يا بنتي مش مصدق اني لسه محجوزه في الاوتيل، فاكرني خلصت وروحت عند امي بسلامته وحالف عليا ما اروحلهاش الا في العيد. لا تقرف. ده اغرب عيد شفته في حياتي. هم عيالي كده مش مكتوب لهم يفرحوا ابدا، فقاريين زيي. هو يعني لو كان حد فينا هو اللي قتلها كان فضل قاعد؟ ما كان جري على بلدهم عشان يقدر. لا بذمتك دي خلقه تقتل؟ ده انا خروف العيد بخاف اتفرج عليه وهو بينذبح، بيصعب عليا. انت هتنخع وانت اساسا تعرف حد بيذبح خفان ولا معيس حتى؟ وبعدين انت زعلان ليه؟ ما بياخدوا بصمات الناس كلها حتى الخواجات نفسيهم. هما جايين يتمرمطوا في بلدنا؟ اللي بيحصل ده في ضرب للسياحه على فكره. قال يعني السياحه ناقصه اساسا. بس بيقول لك ابو حنطله جده رايح الزمالك، بس انا مش مصدق. يا عم انتوا باصين لنا في ليه؟ ما تسيبونا نفرح بيه. يا جدعان الزمالك ده لو مضى مع جده وسته وعمه وكل افراد الاسره برضه مفيش فايده. انتوا تفهموا في الكوره اصلا؟ بس اسكت. اكيد اكيد هو اللي قتلها. قتلها سي عملت فيه ايه؟ معقوله راجل بعقليته ومكانته وحيله معانه يضيع نفسه عشان واحده ست؟ عقليت ايه وهي يا محترم؟ كل مصيبه ورا واحده ست. اقول لك على حاجه، مش هيكون اخر واحد. قول له عندي الشيخ يا عم على حاجه، طول ما احنا شغالين الشغلانه اللي فيها الخمره دي مش هنشوف خير ابدا. يا عم هو احنا اللي بنشرب؟ وبعدين خلي الشيخ يعقوب يصرف على عيالي ومراتي وانا مش هتنقل من الجامع. هتبقى في اليوم الاسود اللي مش فايت ده، ده احنا لو في طابور العيش كان مش اسرع من كده. خلاص الطوابير بقت تقدرني، لان امبارح رحت عشان اغير الانبوبه وقفت في الطابور ست ساعات في الاخر روحت من غير. انا بقى طلعت انصح منك، بعت مراتي هي اللي تغير الانبوبه، قلت جايز يقتلوها في الطابور ويريحوني منك. بس هي يا معلم المرحومه كانت واتك يا اخ. حرام عليك، اذكروا محاسن موتاكم. وهي كان عندها محاسن غير اللي بقوله لك ده. بساعتك ندي خبر لبتوع الادابي. يا سيدي دول شكلهم ارسان جداد، ما انت شايف الحماس اللي هم فيه. طب لما هم يعني عرسان جداد، طب ما يصبروا لغايه لما يطلعوا فوق. يا سلام على الفضيله. بقول لحضرتك بقى، انتوا بتقعدوا تتفرجوا على الكلام ده وانتوا رافعين القرايل كده، مش تبينوا حتى الكاميرا تقوم الناس تلم نفسها شويه؟ لا يا فندم، احنا مركبين الكاميرات ديت لاغراض امنيه مش اغراض اخلاقيه. وبعدين يا فندم طبيعه الاسانسير ما بيستحملش الا الحاجات الخفيفه بس. يا سلام، مين قال لحضرتك الكلام ده؟ الحاجات دي مالهاش علاقه بطبيعه الاسانسيرات، دي ليها علاقه انت طالع الدور الكام. حلوه يا باشا. خلاص مش هنقضيها هزار بقى،
اتفضلوا ركزوا. حسن باشا محفوظ واشاره المعليك فندم. ابدا الاشاره يا مان. صح مع الباشا سميره صاحب النفيله فائز سعد. تحب نبلغ نيابه فندم؟ تحب نبلغ نيابه مع الباشا؟ من عدم عماد خليك عندك انا جاي لك. يلا امرك. ايه 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 رايحه فين؟ ممنوع الدخول هنا. انا حسن باشا بعتني عشان ابص على السويت. هو مين حضرتك اساسا؟ انا من اداره الاوتيل مساعده مدير الفندق لشؤون الاجنحه الفندقيه. اهلا وسهلا. بس هو يعني ممنوع الدخول هنا بامر من النيابه من ساعه ما شال الجثه. ما انا عارفه، بس حسن باشا محفوظ اداني اذن مخصوص عشان ابص على المكان واشوف اللي محتاجينه عشان ننظفه ونرجعه لشغل تاني. انا مش فاهمه انتوا متوترين كده ليه. هي مش الجثه خلاص اتشالت؟ انا كل الحكايه ان انا عايزه ابص على مكان الدم واصور حاله الاوضه عشان اكتب تقرير عن الحادثه وخلاص. انتوا ممكن تدخلوا معايا؟ ده الموضوع كله مش هياخد دقايق. ولا حضراتكم مش عايزين تتفضلوا معايا؟ عبد الله انت هتسيبها تخش يا عبد الله؟ انت مش سامعها بتقول لك تعرف حسن باشا محفوظ؟ ده انا نفسي ما اعرفش اسمه بالكامل. اكيد فيها عفريت. ده سويت مش اوضه يا جاهل. سويت ولا اوضه؟ يعني هي فرقت قوي مع اللي انقتلت؟ ايه يا ست هاني مالك متاثره ليه كده؟ يا ابني انت حمار، حط نفسك مكانها تلاقي نفسك مطلوب منك تنظف دم واحده انقتلت. دي شغلانه سودة، كان لازم يجيبوا راجل قلبه جامد يعملها. تو ايه اللي خلاكوا تدخلوها هنا يا بهاي؟ تمام يا فندم. هي قالت ان سعادتك بعتها عشان تبص على الاوضه. قصدي السويت. واي حد يقول لكم ان انا اللي بعته تقوموا تصدقوه يا بار؟ ايه الهزار ده يا استاذ؟ هو سيادتك تعرفها فعلا يا فندم؟ امشي الجار على مكانك منك لو وحسابكم معايا بعدين. انا قلت مفيش جنس مخلوق يعتب هنا حتى النيابه يا باشا. وهي دي من النيابه يا غبي؟ غوره. تمام يا فندم. اللي عملتيه ده عيب قوي قوي يا استاذ. على فكره بس انا لما سمعت الخبر ما صدقتوش. طب اتفضلي لو سمحتي. اتفضلي عشان المفروض ان انا ما اسمحش لاي حد يخش هنا، ولو حد شافك هنا دلوقتي موقفي هيبقى مش لطيف. اتفضلي. بس ممكن تحكي لي اللي حصل بالظبط؟ اكيد اللي بلغك قال لك ايه اللي حصل بالظبط. انا ما عنديش اي كلام تاني، الموضوع دلوقتي في ايد النيابه. اتفضلي اسالي النيابه. اتفضلي. طب انا هقرا لها الفاتحه لا والله اللي اعرفه ان الفاتحه مش لازم يعني تتقري في مسرح الجريمه. اتفضلي يا استاذه. اتفضلي. يا أستاذة! يا أستاذة! أؤمر يا حسن باشا. الموبايل لو سمحت. موبايل إيه؟ الموبايل بتاعك يا أستاذة. الموبايل بتاعك علشان أمسح الصور اللي لو اتنشرت أنا اللي هتحمل المسؤولية. تقالي الصور دي ما تستاهلش إنك تخسرينا عشانها، صح ولا أنا غلطان؟ دخلتي هنا إزاي؟ دخلت بإرادة ربنا. وجيت امتى؟ أكيد بعد ما الجثة اتشالت. سيادتك تؤمر بحاجة تانية؟ أنت مالك بتكلميني زي ما أكون أنا اللي غلطان في حقك؟ أنت ناسي إني اقتحمت مسرح جريمة وإن ده يخليكي تحت طائلة القانون؟ طب وما قبضتش عليا ليه سيادتك؟ علشان شايف إنها مش مستاهلة، وعشان عندي اللي يشغلني أكتر. فعلاً ولا عشان ما تجيبش لنفسك الكلام؟ مديت ايدك على اي حاجة؟ لا اطمن سيادتك، مسرح الجريمة سليم. هو بس حصلت فيه جريمة قتل، بس انا جاهزة لو حابب تاخد اقوالي. يا بالمناسبة النيابة فين عشان تاخد اقوالي هي كمان؟ والله ومال. خد يا ابني امر معالي الباشا. تاخد الاستاذة وتنزل بيها تحت عشان هتتاخد بصماتها،
وبعد كده توصلها بنفسك بره باب الاوتيل وتتاكد بنفسك انها خدت عربيتها ومشيت. لو زغت عن عينك لحظه انت عارف اللي هيحصل لك. تحت امرك يا معالي الباشا. انتوا اصلا لسه حسابكم ما خلصش معايا. شرفت يا استاذه. صدقي يا حاجة الا ما في صورة واحدة للفرح يا اختي احسن. بلا جرايد ما هي اللي جايبالنا المشاكل. ربنا يسعدك يا بنتي يا رب ويبعد عنك ولاد الحرام. امال بس عمونا فلاشات امبارح عمونا. الله ما هو شغال اهو حجان اللي ما بيردوش وهم شغالين البتاعة دي. ده ايه اللوكاندا الزبالة دي؟ الله امال ما تردش تبقى ما جوه في ايدك اهو بقالي ساعه بكلمك. خليتني كلمت اللوكاندا. ايه انت كلمت الاوتيل؟ ايوه. وقالوا لك ايه؟ قالوا ايه؟ سايبيني ساعه منتظره ومشغلين مزيكه الاسانسيرات. اما اتخنقت استنى اما اقفل العداد بيعيد. اكيد هي اللي مصياهم يا حاجه ما يحولولهاش مكالمات. عروسه يا ناس ده انتوا يا ساكر ناس غريبه. وانت قريان يا حاجه انا لو ليله دخلتي مش هقطع سلوك التليفونات اللي في السويد بس في البلد كلها. مالك يا اخويا مستغرب ليه؟ مالك يا ولد؟ مالك يا ولد بتعيط ليه؟ يا ساتر على الحقد يا ناس يا ساتر. اعوذ بالله. خلاص يا اخويا هعملها في سويت تاني. الله ما ترد عليا. يا اختك فين؟ اتخانقت مع عريسها تاني؟ رد ما تغشنيش. عامل كده ليه؟ هي مش قالت هتيجي تتغدى هنا قبل ما تسافر؟ ما صافي لا هتيجي ولا هتسافر. صافي اتقتلت. صافي ايه؟ اتقتلت. يا لهوي سامي. سامي يا بنت كلام الفارغ اللي بتقوله ده يعني ايه؟ صافي اللي انت بتقوله ده صافي بره مش كده؟ هلا يا قلاله بتعمل فينا الملعب. عارف عارف لو الكلام ده كذب ولا بتلعب بينا؟ شباشب البيت كلها هتتنسل على دماغك. واقفه بره مش يا صافي يا صافي يا ما اسمعي حرام عليكي. صافي اتخانقت مع شريف جوزها سابها في الاوتيل لوحدها ومشي. لما عرفنا جرينا عليها انا وسميره لقيناها منهاره وعايزه تحذف نفسها من البلكونه. جبنا لها دكتور ادها حقنه مهدئه وسبت سميره معاها ورحت انا نمت. على الظهر لقيتهم بيصحوني وبيقولوا لي صافي اختك مدبوحه احنا سننا. صافي خلاص يا ماما ما بقتش معانا. بقت بين ايدين ربنا يا امه. صافي بقت بين ايدين ربنا.